بيها، ونهار اللي ديتي لها الورد، ونهار اللي خرجتيها معاك. اش من الدوسي دابا عاد جاتك خنزه؟ الرجال المدودي اللي ما فيهم الحياة. سير سير، لو كان كتحشم ما تولدش لبنت ردها بوبية. المكلخ الخنز اللي ما كيحشمش، اللي كتكذبوا معاه على متبعين، انا طلعوا عليك. صبن صبن سير، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. نهار اللي ديتي لها الورد، والنهار اللي رفدتي الفاتحة، اش غادي تجبد الدوسية؟ لقيتيها ماشي مرا، رو كان رديتيها لمواليها، ابو كريشة البيتوتي الخانز اللي خرج كي صغرت من المحكمة على بنتو. هذه واش شازيش خاك ارفضي حظ الو بنا الخنزة الكفرة بالله اللي خنزات فاس. تفو عليك اتفو خام، تفو خام، تفو مانيش توسيد مانيش تكيد تصير في بابا اي جسم والو. الفني فاضح، باش تعرفوا جميع التفاصيل ما تمشيو فين، خليكم معايا حتى لنهايه الفيديو وما تبخلوش علينا بلايك. قبل ما ندوز للموضوع، اخواني كيتصلوا بيا وكيسولوني في التعاليق على ايوب، ما درا ايوب واش عرفتوا شي اخبار؟ دخلوا 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 تسمعوا الجديد، دخلوا تسمعوا الجديد، الحاضر يعلم الغايب، الطرح سخن على كالمفرقع. منين غنبدا لك هاد الكواليت كلهم؟ منين غنبدا كالمفرقع؟ على قول لي منين غنبداك؟ اش من ذنب درتي في حياتك؟ اش من ذنب درتي في حياتك كالمفرقع؟ اتجمعوا على كلهم دقه واحده، هذه اللي خلقت المفرقع. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا